الله يعيشكم. أبونا كانت كتير حلوة رتبة الغسل والقداس بيعقد، حسيت بواب السماء مفتوحة. ما أعظم تواضع يسوع، الخالق عم ينحني قدام المخلوق تيغسل له إجريه. ربنا حبيب على طول يسكن فينا، بكل مرة منتناول جسد الطاهر عم يقدمنا ألوهيته تصير مثله وليبقى عايش فينا سماء التاني هون على الأرض. على فكرة حبيب أشكرك يا شربل لأنك قبلت تكون هالسنة واحد من الرسل 12 برتبة الغسل. اسمح لي أنا أشكرك يا أبونا لأنك سمحت لي أعيش أجمل اختبار. أثر فيه حب يسوع الكبير للإنسان، شو رائع تواضعه هالإله. بس عندي سؤال، ليه بيسموه خميس الأسرار؟ بهالليلة لما يسوع كسر الخبز ورفع الكاس شكر البي السماوي وقال لتلاميذه: خذوا كلوا، هذا هو جسدي، واشربوا، هذا هو دمي. أسس أعظم سر بالكنيسة، سر القربان اللي منه بتنبع الأسرار الستة الباقي. بس بتعرفوا شيء؟ لما يسوع قال لتلاميذه: اصنعوا هذا لذكري، أسس سر تاني بالكنيسة يلي من خلاله منقدر نحتفل بكل الأسرار. تعرفوا شو هو يا أولادي؟ هو سر الكهنوت. هيدي أول مرة بعرف إنه الليلة تأسسوا سران بالكنيسة، يعني اليوم عيدكم أنتوا الكهنة. مظبوط، الليلة كل كاهن عم يجدد تكرسه التزامه مع المسيح تيبقى شاهد لحب الله ونعمه على الأرض، مثل ما عاش يسوع بالخدمة وبالعطاء بالتواضع ببذل الذات كرمال خلاص الكل. أبونا عندي شغلة حابب تفسر لي إياها، ليه بكل الكنايس بس يخلص القداس بيصمدوا القربان بمحل تاني غير المذبح الأساسي؟ يسوع من بعد آخر عشاء مع تلاميذه قضى وقته بالصلاة ببستان الزيتون، سلم زيته لمشيئة بيه السماوي وعرق دم قدام يلي ناطره من تقل الصليب وأوجاعه. نحن نصمد القربان كرمال نقضي الليل سهرانين معه بالبستان، مطرح ما تركوا تلاميذه واستسلموا للنوم. منصلي منصلي الرب يقوينا ما نضعف قدام اي تجربه. نقضي الليل سهرانين، انا كل اللي بعرفه انه بزور سبع كنايس وبعدين بروح بنام. تقليد زياره السبع كنايس بلش قديما باورشليم، كانوا المسيحيين يسهروا يتاملوا كل مرحله عاش يسوع قبل صلبه. من بعدها انتقل هالتقليد لروما وتنظمت مع قديس تلياني اسمه فيليبو ناري، بشكل انه بليلة خميس الأسرار كل الناس بيزوروا السبع كنايس الكبيرة يلي موجودة على السبع تلال بروما، يسهروا قدام القربان المصمود، يصلوا ويتأملوا بسبع محطات نحكم فيها يسوع، كل محطة بكنيسة. لبكم مطرح نحكم على يسوع؟ مش مرة واحدة نحكم عليه بالموت على الصليب؟ نحن لما منزور سبع كنيس نمشي مع العذراء مريم بالليل مسيرة صلاة وتأمل، اللي لما عرفت إنهم عم بيحاكموا ابن يسوع لحقته بوجع وصمت على سبع مطارح، من العشاء بالقلية صوب بستان الزيتون، بعدين من مجلس الكهنة تنوصل لبيلاطس، منكفي بعدها لعند هيرودس الملك لنرجع من جديد لعند بيلاطس يلي طلع في حكم الصلب. كلنا بنعرف شو صار بوقتها، كيف انجلد برقبة أخذ برقبة تنوصل لسابع مكان مطرح ما انصلب على الجرجلة. طيب أبونا، إذا الواحد مش قدر يزور سبع كنيس شو بيعمل؟ هيدا تقليد صار بالكنيسة زيارة سبع كنيس، ما له إجباري، فينا بكنيسة واحدة نسهر ونصلي قدام القربان. بس أهم شيء زور بالليل مش بالنهار لحتى نرافق يسوع بوقت يلي البشرية حكمت عليه بالألام وبسخرية. على فكرة في شيء كتير مهم هو الأساس لخلاصنا لازم كلنا نعمله، وبهالليلة نعترف، نعترف بكل خطايانا للكاهن. كل يلي بزور سبع كنايس وين ما كان بالعالم وبيعترف بيحصل على غفران كامل عن كل خطاياه الماضية.
Did you understand what I mean, Alicia? أكيد. I love Jesus. يلا شباب، بوعدكم السنة رح نصور سوا سبع كنايس بطريقة كتير حلوة. أنا جبت معي إنجيل لكل واحد منكم، هيك بكل كنيسة منقرأ ومنتأمل بآلام يسوع وكيف حكم عليه. وبس نخلص منرجع لك أبونا لنعترف. خدوا وقتكم يا أخوتي بزيارتكم، ما تخلوها تكون فرض واجب، وصلوا منيح قدام القربان المصمود. لكل إنسان مدى حب الله ورحمته. تذكروا أنتم موجودين هون أمام أعظم سر موجود بالكون، حضور يسوع السري بشكل الخبز يلي حابب يسكن فينا ويعمل من قلوبنا عرش لإله. يلا يلا روحوا، أنا نتركن هون تعطيكن الحل. زيارة مقبولة، زيارة مقبولة. كهنوت مبارك، ينعاد عليك. الله يباركك. الله معكم. يا حبيبي حياتي إلك، من غيرك حبيبي والقلب امتلك. لو تعرف شو بحبك، شو بحب امشي دربك، وما بدي غير قلبك يا أجمل ملاك. قويني يا عذراء بشهد له بإيمان، ابنك وحده البكرة الكائن واللي كان. رح كرس له ذاتي، قلبي وذكرياتي، وقدم له حياتي بخور وإربان، وقدم له حياتي بخور وإربان.